اللهم لك الحمد، خلصنا انتهينا بمعنى الكلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا والله مرحبا. في دورة أنا أخذتها ماليزيا 8 شهور، دخلت إنسان وطلعت إنسان ثاني. الدورة هذه أنا اللهم لك الحمد بالتوفيق من الله تمكنت منها بشكل قوي، وعطيت ناس كثير هذه الدورة. إلي ما فكرت قلت ليش ما أعطي المتابعين هذه الدورة، وقعدنا نجرب تصوير الأونلاين بكاميرا وشغل احترافي وكل شيء. تذكرون قبل كم يوم كنت أقول لكم في فكرة بإذن الله بنسويها، خليكم معنا. الآن خلصنا منها. كيف دخلت إنسان وطلعت إنسان؟ هذه الدورة جت بوقتها كان عندي 400,000 متابع باليوتيوب، كنت توني بادي شغل لكن ما أعرف شخصيتي، ما أعرف وش الشيء القوي فيها وش الشيء الضعيف فيها، وش الشيء اللي لازم أطور فيه وش الشيء اللي لازم أتجنبه، وما أعرف كيف أتعامل مع الناس. يا أخي هذا الشخص وش يحب بالضبط، وهذاك الشخص وش يكره. زادتني الدورة بشكل غير طبيعي، خاصة مع طاقم العمل، الناس اللي تجلس معهم كثير تعرف هذا قوي في هذا المكان وهذاك ضعيف في هذا المكان، غير خلوه هنا. فادتني والله العظيم بشكل غير طبيعي، وإلى يومكم وأنا أستفيد. الدرجة صرت أشوف تصرفات شخص ما أعرفه كذا، أول مرة أشوفه أعرف أنه هذا شخصيته كذا وكذا وكذا. والله العظيم حتى الشباب اللي أعطيتهم، طبعا كل طاقم العمل وكل اللي أشتغل معهم أعطيتهم كلهم، قبل ما أعطيه الاختبار أقول له ترى شخصيتك كذا وكذا وكذا وكذا، بعد ما يختبر بعد ما خلص الدورة يقول والله فعلا شخصيتي كذا وكذا وكذا وكذا. هذا الاختبار اسمه اختبار ديسك 2018، أخذ أعلى اختبار بالعالم، هو أجنبي ترجموه العربي وحنا أخذناها. الدورة هذه في ناس يقدمونها ب5,000، في ناس يقدمونها ب2,000، في ناس يقدمونها ب1,000. الإدارة عندنا الله يعطيهم العافية قالوا ب299، قلت لهم لا، هذه الدورة والله العظيم مفروض في كل مدرسة. قلت لهم بقدم هذه الدورة الآن 99 ريال فقط، ساعة واحدة بإذن الله. إذا دخلت وأنت فعلا تبي تستفيد جمع معاك ورقة وقلم، وبإذن الله بعد الساعة هذه بإذن الواحد لحد أنك تعرف وش إيجابياتك وش سلبياتك وش شخصيتك وكيف تتعامل مع الناس بإذن الله. راجو خربت علينا يا راجو. الإدارة الله يعطيهم العافية حطوا العدد محدود، وأنا أقول إذا كنت ما راح تستفيد داخل كذا والله بشوف البث بشوف فارس حميد، لا تدخل لا تشترك. ما أبغى أحد يدخل إلا فعلا يستفيد. إذا أنت فعلا تبي تستفيد جيب ورقة وقلم، وتراها يوم الثلاثاء يعني بعد يومين. عندنا بالدورة مسارين، مسار لعمارهم 15 سنة وفوق، وهذه الدورة لهم لعمار 20 25 23 17 18 15، بإذن الله بتفيدهم. الأعمار 14 وتحت لهم دورات ثانية بإذن الله بنسويها، لكن مو بالآن. الآن الدورة هذه حقت أنماط الشخصيات الأعمار 15 وفوق، وحياكم الله ترى العدد محدود، أتوقع والعلم عند الله أن في ساعات قليلة بيوقف التسجيل. الدورة يوم أخذتها أنا عرفت شيء بشخصيتي ما كنت أدري. شيء بدون مجاملة ومو بعشان فارس معي، لكن والله العظيم يوم أعطانا الدورة فارس، حنا طاقم العمل كنا جالسين هنا والله، أعطانا الدورة والله العظيم بعد الدورة اكتشفت حاجات فيني وفي غيري ما كنت أعرف عنها نهائيا، غيرتني 180 درجة. كل أمانة حتى والله تعاملي مع أهلي تغيرت، صرت أعرف كل واحد من أخواني وأخواتي وحتى أبوي وأمي، صرت أعرف أتعامل مع كل شخص فيهم. أول ما كنت أعرف شيء. إذا تبغى أحد يعطيك هدية ولا شيء الحين تعرف ها؟ جاتني هدايا لين قلت بس. أنت في هذه الدورة إذا أخذتها راح تتغير تماما. أنا عن نفسي دخلت الدورة شخصية طلعت شخصية مختلفة تماما. ليش؟ عرفت الأشياء القوية عندي، وأنت أبغاك تعرف وش الأشياء القوية عندك ومفاتيح الاتصال للناس. ذهب إلى الفهد قال أريد أن أصبح سريعا جدا، لكن أنت كسلان كيف تصبح سريعا جدا؟ لا والله صعب صعب صعب، ماني دخل فيك يا أخي. هذا التحدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا والله مرحبا. التحدي هو أقول قصة يكملها وهو يدقدق، وإذا وصل إلى الباب يشوت الكرة ويدخلها بالدائرة ياخذ نقطة، ويجيب 3 فائز. جاهز؟ جاهز. أشوفك الحين بعد شو التعبير كيف. يلا. فلاح راح يحلب، قال له ثور يا ثور كيف تحلق ثور؟
تحلق تحلب ثور كمل. قال الثور اصلا مفروض انا احلبك انت لان الثور يشبه واحد معضل. فقال له لا قصة قصة. طيب اوكي انك يعني تجيب الدائرة واحد صفر. الان اعطيك قصة عداك تكملها. تعال. كان في فيل قزم مع نمر كبير جدا، والفيل القزم يبغى يتزوج الزرافة الجميلة. اكمل. النمر قال انا دب كبير جدا وانا صاحب القرار. الزرافة قالت لا انا سوف اتزوج الفيل القزم، والفيل القزم سوف يصير اطول مما انت تعتقد، وسوف اعمل انا عملية تجميل جميلة تجعلني لا دخل ثاني دخل دخل. بس والله معبر. كيف لا معبر والله قهر يا اخي. يوم وصلت النهاية يلا ما عليه. مجموعة نمل صغار يحاولون يخططون للسيطرة على العالم. كمل. جاءوا في نملة عندهم ذكية جدا. نعم. النملة هذه راحت كلمت شخص قوي الشخصية. أيوة. قالت له بنعطيك ملك المدينة هذه إذا عطيتنا مفتاح العالم. فمفتاح العالم علشان تسيطر لازم انك تدخل الدائرة. وش مفتاح العالم؟ وش مفتاح العالم؟ اثنين صفر يا حبيبي. وش القصه دي؟ وش بتسعى على اول قصة. ما اشوف عالم في مفتاح. بعطيك قصه الحين يلا خلاص. اول ما اشوف عالم في مفتاح. وش ذا؟ مجموعه معلقين كبار جدا في برنامج مواهب. جاهم معلق اسمه وسيم، قالوا له ابدا بالتعليق اكمل. ايوه بدأنا التعليق انه جميل جدا. قصدي ابدا بسم الله. فارس الحمادي ينطلق. ولا عليك فارس وسيم يدقدق. ولا عليك وسيم رجله في الدائره. فارس لا تسولف لا تتكلم. وسيم قالوا ممتاز. وسيم لا قال مو ممتاز ذا المعلق. والله صدقني ممتاز تعليق. والله يكون لسه لحظه الختام لحظه الختام. الله يستر. لاعب يلعب مع فريق وساحبين عليه طول المباراه وجاي يعاتبهم بعد المباراه باللهجه القزميه عداك. قال لهم وش فيكم ما تناولون؟ قسم بالله طفش اللعب معكم. والله لنادي الشرطه ودق على الشرطه. اي ودق عليهم وجو الشرطه وقال لهم شوف ذولي ما يناولون. قال له الحين ادق عليه علشان مناولات وكوره. وين فز. لا تراني انا من القصيم واحب القصيم كلهم يا حبيبي. لكن فز. انت واصل هنا يا حبيبي واصل هنا. الان واصل هنا. جينا عند العقاب. اي عقاب؟ جينا عند العقاب. العقاب هو اكمل القصه بالقصيم. يلا اي قصه؟ طيب اللي تو يجوا الشرطه. خلصت السنابه. قفل السنابه.